حنا كنعانيو بزاف من هاد الساعه اللي زادوا لنا. فقت مع الصباح باش نمشي نقرا، تفعفعت مع ديك الساعه. هاد القرار الوزاري يعني لا جدوى منه، انه ما كيصبش في النحو الصحيح. غادي تسبب واحد الضرر كبير خصوصا التلاميذ والطلبة الجامعيين. الساعة ما خداماش من مرقداش، بقينا بكري. هاد الساعة خصها تحيد، ما تبقاش. صفتي كتلميذ في التكوين المهني، حنا كنعانيو بزاف من هاد الساعة اللي زادوا لنا، وكنفيقوا في واحد الوقت اللي مبكر بزاف، اللي كيكون فيه البرد، كيكون الحال مظلم، والدراري كيعانيو. كتلقى الدراري صغار عندهم 6 سنين 7 سنين 8 سنين، كتلقاهم كيفيقوا بكري، كيمشيو في داك الجو مبكر بزاف، والانسان ما يقدرش يفيق اكثريه في هذه الفتره نتاع البروده، ما يقدرش يفيق بنادم. وكنتمنى يديروا لنا شي حل اللي يكون في متناول الجميع. انا يا تلميذة كنقرا في السلك الاعدادي، فقت مع الصباح باش نمشي نقرا، تفعفعت مع ديك الساعه و يعني تخلعت بحال غلط، ما قلت غادي نمشي تنقرا. وكنطلبوا من الحكومه يعني هاد الساعه ما كتلامناش حتى للدراسه ولا اي حاجه، ما كت يعني ما كتوافقناش لاي حاجه، وكنطلبوا من الحكومه تحيد هاد الساعه وترجع لنا الساعه العاديه. نتمنى ان الحكومه توافق هذا القرار ويعني تقوم ب يعني بالاجراء نتاعو. مما لا شك فيه ان حديث الساعه ولا على هذه الساعه الاضافيه التي تم التقرير ديالها من طرف المذكره الوزاريه الاخيره، وجميع الناس يعني كتلقى تناقضات كبيره، كاين اللي يحب هذه الساعه هذه يعني تبقى مرسمه، وكاين يعني ولكن الاغلبيه رفضوا ان هذا القرار هذا يطبق 100%، مع انه طبق يعني ديجا. من رايي الشخصي هو ان هذا القرار الوزاري يعني لا جدوى منه، انه ما كيصبش في النحو الصحيح للمصلحه الجماعيه، لا ديال الاطر التعليميه ولا ديال التلاميذ ولا ديال الموظفين ولا اي قطاع كان واي مؤطر كان في القطاعات العامه. وبالاضافه لهذا يعني حتى الانسان كان يعني نظرا للقانون القديم كانت كدير هاد الاضافه ديال الساعه الصيفيه، كانت كتزاد في الصيف وكتقلع في فصل الشتاء او فصل الشتاء بالخصوص. ومؤخرا يعني هكا العاده جرت العاده، هكا الناس كاملين كانوا يستناو يعني الوقت ديال انه تحيد يعني باش يعاودوا يكونوا كما كانوا شحال هذه. يعني اصلا كاع الناس ولفوا ان هاد الساعه هذه يعني على الساعه القديمه، كتسول في الشارع كتكون كتمشى كتسول الانسان كتقول له شحال الساعه، كيقول لك واش القديمه ولا الجديده، والاغلبيه كيخدم على القديمه واخا كانوا زايدين ديجا هاد الساعه، يعني راه ما صالحاش 100%. بانني ساكن من ساكنه مدينه زيو، كنشوف ان هاد الساعه هذه اللي زادتها الحكومه غير منطقيه نهائيا، وما كان ما غادي نستافدوا منها حتى شي حاجه، من غير انها الا كتخدم المصالح ديالهم شي حاجه اخرى حنا ما عارفينهاش، وراه غادي تسبب واحد الضرر كبير خصوصا التلاميذ والطلبه الجامعيين. كنشوفوا مثلا حنا في مدينه زيو، كنشوفوا التلاميذ ديال صبرا ولا ديال مثلا دوار الزخانين ولا القرى المجاوره غادي يكونوا عندهم واحد المشكل، غادي يكون عندهم واحد المشكل التنقل، يشوفوا لنا شي حل ولا يبدلوا التوقيت هذا، ولا هما راهم عاد يعرفوا هذا الشيء. هذا الموضوع اليوم كان بصدد يعني هاد يعني على الوزاره اللي اتخذوا هذا يعني في يعني التوقيت الصيفي. بالنسبه لهذا التوقيت الصيفي بالنسبه لي انا مع صعيب في المناسبه نتاع الشتاء، يعني في الفصل الشتاء كيكون صعيب بالنسبه للجميع، يعني يعني في التدريس في التعليم في يعني بالنسبه للموظفين كيلقاو صعوبات يعني فاش كيمشيو يعني يخدموا في التوقيت ديال الوغ. دابا التوقيت ديال الصيف يعني كيكونوا يعني الساعه يعني كيقولوا كما يقولوا النهار كيكون طويل، بالنسبه للشتاء كيكون قصير. وبالنسبه للنساء، حتى النساء مثلا في التوقيت ديالهم فاش كيمشيو يخدموا ولا كنهضر على الموظفات يعني بشكل يعني عام، الموظفات كيلقاو صعوبات. دابا حاليا انا بالنسبه ليا كنقول يعني الوزاره هذو يعني يديروا واحد يعني يتراجعوا في هذا، يديروا واحد الدراسه يعني على هذا التوقيت هذا، وان شاء الله نتمنى يكون شي
تكون منهم شي موقف يعني طيب. الساعة ما خدامهاش ما رقداش بقينا بكري مات ويمشوا بكري. الساعة ما خدامهاش ما رقداش وما كانوش بكري. الحكومة الساعة ما خصنا طردنا ساعة. هاد الساعة هذه ما عندنا حتى شي فائدة فيها. الناس احنا عندنا بالنسبه لمنطقه الشرق عن الناس والعيالات كيخدموا في صبره كيخدموا في بوعال كيخدموا كيجيو في واحد الوقيته اللي فيها الخوف كيجيو في الليل كيخافوا من الناس. انك تشوف دابا الوقت عيانه ولهذا الساعه ما صلحاش. هذه الساعه هذه ما صلحاش بزاف 100% بالنسبه للدراسه ولا بالنسبه للعمل ولا بالنسبه ما فيها حتى شي فائده. الاقتصاد راه غير كيخربقوا. هذا الاقتصاد ما عنده لا اقتصاد ما عنده حتى شي معنى ولهذا هذه الساعه خصها تحيد ما تبقاش.